مشاهدينا الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم. نحييكم من خلال هذه الحلقة، ونحن وإياكم نمضي سويا على طريق البناء، وما زلنا نقلب في صفحات الملف الماليزي. من خلال هذا البرنامج يستعرض كما أشرنا تجارب دول مرت بأزمات وصراعات ومشاكل، ولكن استطاعت أن تعبر وأن تتجاوز وأن تجعل لها مكانة بين الأمم، ونحن نستقي الدروس والعبر من هكذا تجارب على المستوى الدولي. التجربة الماليزية، ضيفنا داخل الاستوديو الاخ الدكتور سيف حسن العوض، اهلا ومرحبا بك، استاذ الاعلام بعدد من الجامعات السودانيه والمهتم بالشان الماليزي، وكما اشرت انا في حلقات سابقات لديه كتاب ومؤلف حول التجربه الماليزيه. مرحبا بك يا دكتور. مرحبا بك وبضيوف القناه. طيبا طيبا ان شاء الله. نعم، كل المشاهدين والمستمعين لنا ايضا من خلال راديو طيبه اذاعه طيبه باذن الله. ان شاء الله لك التحايا، نشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود ونتواصل معك ومع كل الاخوه المشاهدين المتابعين. انتهجت ماليزيا في خطتها الرامية إلى نهضة اقتصادها على التركيز على الإنسان، وذلك عبر بوابتي استئصال الفقر وبناء هيكل جديد للمجتمع. وصاغت خططها كلها بهذا الاتجاه، فكانت النتيجة ارتفاع نسبة الثروة في الطبقة الفقيرة من 4% سنة 1970 إلى 20% سنة 1997. وارتفع دخل الفرد من 1141 رينجيت سنة 1970 إلى 12102 رينجيت سنة 1997، وانخفضت نسبة البطالة من 50% لتصل إلى 6.8%. كذلك أدى اهتمامها بالتعليم لإنشاء العديد من دور العلم، إذ بها الآن أكثر من 49 جامعة رئيسة و23 جامعة فرعية و411 كلية. وعلى صعيد السياحة فقد حققت نسبة نمو 6.7% في عام 2018. عدنا إليكم من جديد بعد أن تابعنا هذا التقرير الوافي والضافي حول التجربة الماليزية، ونعود لضيفنا داخل الاستوديو. أهلا ومرحبا بك سعادة الدكتور سيف الدين حسن العوض. أهلا بك. طيب، يعني من خلال متابعتنا أيضا لهذا الملف الماليزي، مفهوم الإسلام الحضاري أو الإسلام الحضري، وكيف استفادوا من البعد الديني في إثراء تجربتهم والنهوض بها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبينا نستعين، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الشكر كل الشكر للاخوه في قناه طيبه طيبه، وتحيه ايضا لاخونا طيب واخونا عبد العزيز جبوره ولكل العاملين في قناه طيبه طيبه. كنا توقفنا في حديث عن نهضه ماليزيا، ويمكن السؤال والتقرير الذي يتحدث الان عن الاسلام الحضاري. نعم. هو عندي واحده من المشاريع التي قام بها أحد رؤساء الوزراء في ماليزيا، هو محمد بدوي أو بدوي، هو كان رئيس الوزراء الذي جاء بعد مهاتير محمد، رفع مشروع الإسلام الحضاري باعتبار أنه ماليزيا عشان يعني تكون قريبة من دول جنوب شرق آسيا، لأنه دول جنوب شرق آسيا كلها ما مسلمة إلا المناطق الجنوبية منها المتأخمة ل لماليزيا. نعم، يعني ما فحوى هذا المفهوم، يعني ما المقصود، يعني تبسيط تقديم الإسلام في شكل معاصر شكل معاصر وشكل حضاري عشان يجذب الآخرين للديانة الإسلامية. يمكن عمل شنو كخطوات؟ يعني عملوا كثير من المحاضرات والندوات والمؤتمرات. يعني دائما ماليزيا لما تعمل شيء، يعني مثلا حتى في رؤية، لا أنا أقصد نعم. تمظهر هذه الرؤية على سلوك الناس وعلى الشارع. نعم طبعا، هي نعم. طبعا هم طبعا الناس مرات يتندروا على هذا الأمر باعتبار أنه الماليزيين يكونوا مع الإسلام الحضاري ويلبسون أزياء حديثة أو أزياء ممكن تقول عليها لا تشبه الإسلام بشيء يعني. ولكن حسب رؤيتهم وحسب الدراسات التي قامت فيها ماليزيا في هذا الإطار، حتى تجذب الآخرين، لأنه الإسلام معناه التزمت ولا معناه
الغلو والتطرف. أيوة، التطرف والغلو في الدين، وإنما السماحة في الدين والتعامل. كما انتشر الدين الإسلامي بالسماحة وبكل سهولة في الخبيلة الملايو، نفس الكيس، نفس القضية بالنسبة للإسلام. حاول هم يحققوا مشروع الإسلام الحضاري بأن يبسطوا هذا الأمر حتى يدخلوا كثير من الناس أو دعوة الآخرين للدين الإسلامي بصورة حضارية، حتى لا ينفروا الناس من أنه ماليزيا متمسكة بالدين، بالعكس. ونفس هذا الأمر انسحب على المالية الإسلامية أو الصرف الإسلامية، فتحت كل البنوك في ماليزيا وفي جنوب شرق آسيا، فتحت نوافذ في حتى البنوك الأجنبية الربوية، ممكن نقول عليها بتستخدم الانترست ريت أو ما يسمى بالربا، يعني الفوائد الموجودة في المال، لو يودع ماله تكون في فوائد بعد ذلك، أو زول يشيل مال من البنك يكون في فوائد ما بعد الاستلاف وكذا. فأصبحت هناك بجانب هذه الجوانب الصيرفة الإسلامية، الصيرفة الأجنبية والصيرفة الغربية، هناك صيرفة إسلامية وأصبح نعم. رواد في هذا المجال. نعم، وبالإضافة لأنه أيضا هم نجحوا كذلك في مسألة الحج، يمكن مثلا تابونج حاجي أو صندوق الحج، فكرة جميلة جدا نبعت منذ أمد بعيد، منذ السبعينات أو الستينات بدأت في ماليزيا، والآن عندهم فايض بتاع أموال ما قدر يستثمرها ذاتها. ترتكز على شنو هي الفكرة؟ الفكرة بتاع التابونج حاجي أو صندوق الحج، إنه كل شخص منذ أن يولد الشخص أبوه يدفع له قروش الحج من هسه، هي تبدأ بمبلغ بسيط جدا وتمشي تدري حتى يعمل إنسان، مجرد ما ينتهي الوقت المعلوم، يعني إنه والله اكتملت أموالك للحج، يدعوك للدعوة إنك خلاص وقتك للحج وصل، أموالك أنفقتها أو وضعتها بالصندوق أو ادخرتها. نعم، أو ادخرتها بالصندوق، الآن أنت دورك للحج. من الطائرة لعاشة سكن في المناسك، أداء المناسك والحج والعمرة وكذا، والزيارة للرسول صلى الله عليه وسلم، دي كلها تنفق من تدفع من أموالك، ما تدفع ولا قرش تعرفه، وحتى الهدايا التي تأتي بها لأهلك وغاربك تكون من صندوق الحج. كلها من هذا الدفع. نعم. هي تجربة رائدة. تجربة رائدة جدا جدا بالنسبة للعالم، خلت الماليزيين حتى في مجال الحج يكونوا منظمين جدا. يعني أعدادهم منظم، يكون فيهم عندهم مشاكل ما في أي مشاكل، وبالتالي يكون الحج بتاعهم منظم وبيمشوا في جماعات، وهم أيضا كذلك منظمين. يعني أيضا انسحبت على تجربة الزكاة، والزكاة في ماليزيا يمكن طوعية إلى يومنا هذا، ولكن الدخل بتاع الشركات التي تقوم بجمع الزكاة في ماليزيا يفوق الزكاة الإجبارية في عدد من الدول الإسلامية ما فيها السودان. فالزكاة هناك في طار المشروع الحضاري هذا، الإسلام الحضاري، تجمع عن طريق شركات خاصة تجمع الزكاة، ويمكن جمع الزكاة ذاته بيكون بصورة حضارية فيها جانب حضاري بصورة ما عادية أصلا، وهي رغم أنها طوعية لكنها تسابق الشركات، حتى الشركات الغير إسلامية أحيانا تسابق لدفع جزء من الزكاة، لأنه الزكاة تخصم من الضرائب في القانون الماليزي. إذا دفعت الزكاة بتاعتك أو دفعت كاريتي يعني صدقات أو شيء من هالقبيل لمؤسسات أو هنا، تخصم هذه الأموال من الضرائب، وبالتالي تسابق الناس إنه طالما أصلا حكاية تخصم من الضرائب، فباب أولى إنه إحنا ندفع الزكاة، ويتسابق كل الشركات تطوعا أيوة ويدفعون الزكاة، وبالتالي أيضا الزكاة في ماليزيا تختلف عن الزكاة في السودان، بإنه الزكاة في ماليزيا كل ولاية تقوم ب جمع الزكاة منفردة دون أن تكون هناك علاقة بين الولايات المختلفة، وكل ولاية تنجح في جمع الزكاة وتجمع كلها في بيت مال المسلمين، هناك يسمى بيت مال المسلمين، حافظين على الاسم. أيوة القديم. نعم. نعم، الاسم القديم نفسه، ودي طبعا تبع الحكومة، وعندك توزعها الشركة اللي بتجمع هذه الأموال عندها برضو حصة من الأموال توزعها لي الفقراء المجاورين للمؤسسة أو غير الشركة. طيب. وبالتالي ينجح في هذا الأمر. من خلال كل الذي ذكرت، يعني ما الذي نستشفه من خلال البعد الروحي في إسراء التجربة الماليزية ونهضة ماليزيا؟ بعد الروح الإسلامي يعني. طبعا نعم، هو يعني ماليزيا استفادت كثير جدا جدا من تجارب الدول الأخرى الإسلامية، سواء كان في السعودية، سواء كانت في السودان، سواء كانت في إندونيسيا، سواء كانت في بنغلاديش، تركيا. حتى مهاتير محمد حينما جاء لإنشاء الجامعة الإسلامية، جامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وطلب من الدول الإسلامية كلها تدعم هذه الفكرة
يعني فطلب من انه الناس يحاولوا يستفيدوا من تجارب الدول الاسلاميه الاخرى، لانه كان في جامعه اسلاميه في درمان في السودان، في السعوديه في جامعات اسلاميه، في باكستان في جامعات اسلاميه، في بنغلاديش في جامعات اسلاميه، في يوغندا وهكذا. استفاد من كل هذه التجارب وعمل جامعه اسلاميه كانت هي الجامعه الام او الاب او الاولى في على مستوى العالم في تدريس العلوم الإسلامية وفي تدريس العلوم الأخرى أو أسلمة العلوم كما يقولون سموها. طبعا الآن عندهم حاجة اسمها integration of knowledge أو يسموها يعني أسلمة العلوم أو تأصيل العلوم أو ممكن نقول عليها مزج العلوم الدينية مع العلوم الإسلامية بصورة أسلمت المعرفة يعني. أسلمت المعرفة نعم. طبعا هذا المفهوم هو مفهوم قديم، حتى كان موجود في أمريكا من خلال بعض النشطين المسلمين، وموجود أيضا هنا في السودان في جامعة الجزيرة من خلال معهد إسلام المعرفة أو إسلامية المعرفة، وموجود في عدد كثير من الدول. لكن ماليزيا تقدمت في هذا الموضوع شوط بعيد جدا جدا، لأنها جمعت كل الأطراف وحاولت تستفيد من تجارب الدول الأخرى وهكذا. نعم. بعد أن تعرفنا على هذه الجوانب وأثر الحضارة الإسلامية والبعد الروحي الإسلامي في بناء الهمم واستنهاضها، الإصلاح السياسي الذي تم في ماليزيا والدروس المستفادة منه. نعم. بالنسبة للسياسة في ماليزيا كما هو الحال في كل مناحي ماليزيا، هناك شفافية، هناك تنظيم، يعني العمل عندهم بصورة منظمة للغاية. حتى منذ الاستقلال منذ 57 ماليزيا ما حدث هو نظام رئاسي، هو نظام ملكي، تكلمنا ملكي صحيح. نعم. في جانب الملك وفي جانب رئيس الوزراء والملك هو شرفي. نعم. طبعا كما قلت ماليزيا فيها 13 ولايه اضافه للولايه 14 هي العاصمه. هناك 6 أو 7 ملوك يتناوبون على حكم ماليزيا، كل واحد 5 سنوات، وبعده يجي البعض الملك البعض 5 سنوات وهكذا حسب هم، كلهم تقريبا اسر واحده. ثم السلطات بيد رئيس الوزراء. السلطات السياسيه بيد رئيس الوزراء، لكن سلطات الجيش والامن وكذا بسلطات الملك، لانه هم يحافظوا دائما على انه يكون الاسلام هو الاساس، لانه في جنسيات اخرى او في عرقيات اخرى لا ما مثل الدين الاسلامي صله، وبالتالي يكون هم وزراء في الحكومه، وبالتالي الجيش والامن والشرطه تقريبا كلها تبع الملك، لانه الملك دائما يكون هما مسلم يعني من اسر المالكه والاسر المسلمه. الاصلاح السياسي بدا منذ فتره طويله منذ الاستغلال. هناك احزاب كونت، وفي بعض الاحزاب المختلفه حسب العرقيات الاثنيه اللي هو الهنديه والصينيه والماليزيه، بتكونت احزاب كثيره جدا وفي تنافس بيناتها، تنافس شريف جدا. ويمكن منذ الاستغلال 57 الى تقريبا 2014 كان يمسك الحكومه حزب امنه، هو حزب الماليزي الأم، وكان فيه مهاتير محمد، كان فيه أنور إبراهيم اللي هو المعارض بعد ذلك يعني. ولكن بعد 2014 كونت جبهة أخرى، انسحب أنور إبراهيم وانسحب مهاتير محمد، وكونت جبهة أخرى اللي هو حزب العدالة اللي هو تزعمه أنور إبراهيم، وهو مثل الأخوان الإسلاميين بصلة يعني، باعتبارهم أحد يعني معلمينه هم من الإسلاميين وكذا. فأصبحت هناك حزب العدالة بجانب حزب أمنه الأصل هو للماليزيين، فأصبحت منافسة. فالأول مرة حزب أمنه يعني يمشي بالمعارضة ويصبح حزب العدالة أو كاديلاك كما يقولون باللغة الماليزية هو الحزب الحاكم الآن. ويمكن مهاتير حيمسك منذ 2018 حتى 2020 حيكون هو رئيس الوزراء بعد غياب، وبعد 2020 حيكون أنور إبراهيم أو من ينوب عنه في حزب العدالة حيكون هو رئيس الحزب. رغم ذلك، رغم أنه في منافسة شرسة ومنافسة شريفة جدا، ولكن هناك شفافية، ما في فساد سياسي معروف. نعم. إجرى مقاربة يعني في مسألة الإصلاح السياسي الذي انتهجه الماليزيون، وكيف تعاطينا نحن مع والله نحن للأسف الشديد السودانيين ما وجد فرصة للتعاطي مع السياسة أو مع الديمقراطية أو مع الإصلاح السياسي. وكل ما يأتي فرصة بتاعت إصلاح سياسي تأتي يعني كما يقولون الانقلاب العسكري، ثم بعد ذلك تأتي حكومة ديمقراطية، ثم انقلاب عسكري قبل أن تتم الديمقراطية تجربتها. وللأسف الشديد نحن ما رغم أنه مرت علينا 3 ودي التجربة الرابعة الديمقراطية،
رغم ذلك لكن ما عشنا جو ديمقراطي حقيقي ولا حصل إصلاح سياسي حقيقي، وإنما كان هو كما يقولون ائتلاف بين كتل التقليدية، حزب الأمة أو حزب الاتحاد الديمقراطي أو فيما بعد الحزب الجبهة الإسلامية القومية. فكان هناك حكومات ائتلافية لكن لم يكن هناك تسامح سياسي، ما كان موجود مصالحة سياسية بين كل الأحزاب. أيضا الآن عندنا نحن قريب 100 وشوية حزب وما عندنا جبهات متحدة أو كتل متحدة كما هو الحال في ماليزيا. يعني في ماليزيا في عدد كبير من الأحزاب لكن ما بيمشوا الانتخابات مفردة، وإنما يحصل تكتل كما قلت لك قبل كده. جبهة المتحدة بسموها ناشنال بارسار ناشونال، جبهة المتحدة، في كاديلاك وأحزاب أخرى عندها جبهة أخرى تسمى جبهة أخرى. فالجبهات دي والأحزاب المختلفة دي تحاول تتنافس مع بعض البعض ويتحقق في جو ديمقراطي سليم 100%، ما شفافية عالية. وبالتالي قدرت ماليزيا من خلال المدة الطويلة بتاعت الممارسة السياسية الانتخابية الديمقراطية أن تحقق يعني نظام ديمقراطي راسخ جدا ومتين وممتاز للغاية، والشعب ذاته فهم ما معنى الانتخاب، ما معنى ترشيح الشخص، ما معنى اختيار المرشحين. الوزراء نفسهم يعرفوا دورهم تماما ما لهم وما عليهم وكيف. ولهذا نتمنى انه في ظل الديمقراطية الحالية أن تستمر الديمقراطية وأن يصبر العسكر على هذه الديمقراطية ولا تكون هناك انقلابات، وأن يصبر أيضا الشعب السوداني على هكذا ديمقراطية حتى لا أنه فيها بعض. وهذا هو المستفاد. نعم. يعني يا دكتور. نعم. نحن يعني نستعرض تجارب دول، ما بنقول يا أخواننا هذه التجربة يجب أن تطبق بحذافيرها، لكن نلتقط الجوانب الإيجابية منها وما يتوافق معها. ونحن أكثر تعليما كما ماليزيا يعني سبقتنا في مجال العلوم. أنا حستأذنك في فاصل نعود ونواصل معك. إذن فاصل ونعود ونتواصل مع ضيفنا داخل الاستوديو الأخ دكتور سيف الدين حسن العوض، أستاذ الإعلام بعدد من الجامعات السودانية والمهتم بالشأن الماليزي. لكم كل المحبة والتقدير مشاهدينا ومستمعينا من خلال إذاعة طيبة، نحييكم ونحيي ضيفنا داخل الاستوديو. نطرح هذا التساؤل، لماذا تقدمت ماليزيا وتخلف الآخرون؟ وده يا دكتور لعله هو عنوان لكتابك، فدارين إجابة يعني على هذا التساؤل العميق والجوهر. نعم. الذي طرحته. نعم صحيح، أنا الكتاب يعني كان كما قلت في الحلقة الأولى عبارة عن مقالات أثناء وجودي في ماليزيا في الدراسة لنيل الدكتوراه، ونشرته بعد ذلك. كان المقالات نشرت في مجلة الرابطة كتاب على الارتحال الإسلامي، وأيضا في وكالة السودان الأنباء وصحيفة الحدث السودانية، فجمعتها كلها في كتاب. الهدف من ذلك انه الناس يسترشدوا بهذه التجربه. وعندما يكون السؤال لماذا الناس يبحثون عن السبب، ما هو السبب؟ طبعا تقدمت ماليزيا لانها اهتمت بالعلم اولا، كان هناك استقرار سياسي، وطنت التكنولوجيا، وطنت كل شيء، مش التكنولوجيا فقط. هي طبعا ماليزيا الان وطنت التكنولوجيا وحاولت ان تحارب الفقر من خلال هذه التكنولوجيا، يعني لأنه كل الشركات الضخمة وكل الصناعات الضخمة الموجودة في العالم وطنتها داخل. نسبة الفقر ممكن نقول عندهم كم الآن هي؟ والله 6.4 كانت 50% في يوم من الأيام، لكن الآن نسبة الفقر شبه تم استئصاله تقريبا. نعم يعني لحد ما الآن في ماليزيا أي شخص يملك شقة وحقة يسكن فيها أو شقة أخرى يأجرها. نعم. وايضا اي يعني تستغرب في ماليزيا ممكن تلقى الكنس دي نسبه البطاله ولا الفقر اللي كانت البطاله 6.4 من 50% من 50%. نعم. لكن الفقر بشكل. الفقر نفس الكيس هم مرتبطين ببعض تقريبا. ونسبه عاليه جدا من الناس كانوا في يعني في الحضيض زي ما نقولوا في الفقر، والان وصلوا لمراحل
جيدة. كما قلت لك الماليزي الآن الشخص الماليزي البالغ العاقل كذا يكون عنده شقة حقته ملكه وشقة أخرى يأجرها، عنده سيارة حقته ملكه وأخرى ممكن تكون مؤجرة. ليه؟ لأنه العدالة والمساواة موجودة في كل شيء. يعني أنت كشخص ماليزي تحصل على البنك على قرض لشقة، وتحصل مثلا على قرض لشراء سيارة ميسر جدا، يعني الشقة على مدة 20 سنة والسيارة لمدة 7 سنوات، يعني مريحة جدا وما فيها مشاكل يعني. ولهذا الآن في فائض في الشقق، يعني في ماليزيا في شقق فائض في الشقق، بل الكثير من الأجانب يأتون إلى ماليزيا يشترون الشقق في ماليزيا، والواحد يكون هي استثمار بالنسبة له يعني، لأنه الشقق موجود على قفة من يشيل يعني. نعم. والشقق بصورة حديثة وممتازة ورائعة. ماليزيا نجحت لأنها كان في عدل، والعدل أساس الحكم. نجحت لأنها اهتمت بالعلم، والعلم هو أساس كل شيء، ويمكن ما ينفق على العلم أكثر مما ينفق على الأمن وعلى غيره منها. نجحت لأنها اهتمت بالزراعة، نجحت لأنها اهتمت بالصناعة، نجحت لأنها اهتمت بالإنسان ولم تهتم بالآلة وكذا. يعني الإنسان الماليزي مكرم ومعزز في ماليزيا بخلاف دول أخرى تانية أخيرة. يعني أنت مثلا في ماليزيا إذا أردت أن تذهب من المنزل، وطبعا ماليزيا لاحظ أنها على طول الخط أو على طول السنة أمطار ورياح والشمس، فأنت ممكن أن تذهب من تخرج من بيتك إلى أن تصل إلى محطة القطار أو إلى محطة الباص لا يصيبك مطر ولا تصيبك شمس، باعتبار أنه اهتمام بالإنسان بصورة ما عادية. يعني مظلة تغيك من المطر ومن الحر منذ أن تخرج من المنزل إلى أن تصل إلى محطة القطار وتصل إلى محطة الباص الذي يقل لك إلى مكان عملك، وتذهب إلى مكان العمل دون عناء كما هو الآن في السودان. الواحد يمشي من محل العمل لا يجد مواصلات ولا يجد ترحيل مريح ولا كذا، فهناك تذهب إلى مكان العمل شكل الحياة ميسر. ميسر نعم. دكتور سيف، المسجد يعني في صدر الإسلام، ولعلهم هم يعني استهدوا بهذا الأمر. كان من خلال المسجد تسير الجيوش وتحل القضايا الاجتماعية والاقتصاد، كله يدار من المسجد، وليس هو يعني فقط لأداء الصلوات والمناسك. نعم. تجربة المسجد في ماليزيا أيضا والوقوف عليها تجربة فريدة. هل هو تقليدي؟ لا. المسجد في ماليزيا أول شيء تجربة فريدة صراحة. غير هذا طبعا هذه واحدة من الأماكن السياحية التي يقصدها السياح. نعم. يعني في بوترجايا هناك مسجد ضخم جدا في العاصمة الجديدة التي انشأت في بوترجايا، يزوره كل الأجانب سواء كان مسلمين غير مسلمين. وإذا كنت أنت غير مسلم تلبس يعني امرأة غير مسلمة تلبس زي إسلامي موجود في بداية المسجد وتدخل تجدور المسجد، يعني طبعا لا تدخل الصحن الداخل ولكن جوانب المسجد وكذا. فيزورون المسجد في ماليزيا يختلف تماما عن المسجد في كل الدول العربية التي أنا زرتها يعني، وفي السودان كذلك. المسجد في ماليزيا هي مؤسسة تربوية، مؤسسة تعليمية، مؤسسة دينية متكاملة. المسجد في ماليزيا ما حاجة عادية، ما شيء فيه كل شيء يعني. مهيئ أول حاجة لأنه يستقبل الدروس المصلين، يستقبل الجنائز باعتبار أنه فيه غرفة خاصة بغسل الجنازة والصلاة عليها. هناك أيضا دروس على مدار ربط المجتمع بالمسجد. نعم نعم، ربط المجتمع بالمسجد. نعم. المسجد من خلال الخدمات التي نعم. تقدم. والمسجد يوجد في كل سوق. يعني الآن تذهب هنا في السوق في مول من المولات يقول لك أين المسجد، يقول لك ما في مسجد يعني في مول. يعني هناك في أي أصغر مول في ماليزيا يوجد مسجد، لابد أن يكون يعني ده كمبلسر إجباري على أي مؤسسة أن تكون هناك مسجد. وداخل المسجد يكون في الزي الإسلامي، إذا الزول ما جاي لابس زي إسلامي يمكن يلبس الزي الإسلامي ويصلي الصلاة وبخشوع تام، مياه وحمامات موفرة. المسجد أيضا توجد به كما يعني مثلا الإفطارات في رمضان تكون منظمة، بحيث أنه أي زول يدفع اشتراك شهري
خلال شهر رمضان كله وتكون الأكل المعبى جاهز لتأتي مباشرة. المسجد كذلك فيه دروس للنساء والرجال. المسجد كمان هو أيضا كعلاج نفسي لبعض المرضى النفسانيين، تكون هناك يعني محاضرات خاصة بهؤلاء الأشخاص وكذا. المسجد الخطبة أيضا تكون بصورة المسجد، أي مسجد في ماليزيا عبارة عن مؤسسة، مؤسسة كاملة كزي الكلية، عندها مدير وعندها عميد وعندها رئيس وموظفين وعندها ملفات وأشياء من القبيل، فهو شيء آخر، شيء متقدم ومتطور جدا، أصبح مؤسسة زي ما تفضلت. طبعا السودان هنا طبعا المسجد عندنا برضو يتميز صراحة، مميز لكن هو طوعي بصورة أخرى، الناس الذين يمسكون هذا العمل طوعيين. نحن الحقيقة دكتور شاكرين ومقدرين لك يعني كل الذي تفضلت به، والشكر كذلك لكل المتابعين لنا. إلى أن نلتقيكم تحياتي وتحايا فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.